نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي لمقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، ومراسلنا هناك كريم أحمد نعرف الأجواء والكواليس كمان قبل المباراة. كريم صباح الخير، بنصبح عليك أنا وكريم في البداية. صباح الخير عليك زميلتي العزيزة نهواندو، وصباح الخير على زميلي العزيز كريم، وكل التحية وصباح الخير على كل جمهور النادي الأهلي. خليني ابدا معاك، يعني الفريق وصل امبارح تقريبا مساء الفندق، خلينا بقى نعرف النهارده كمان كواليس اليوم والجدول كده هيبقى ماشي ازاي لغايه توقيت المباراه. اتفضل يا كريم. بالتاكيد طبعا، يعني كعاده النادي الاهلي ويمكن التواجد قبل المباراه طبعا ب 24 ساعه في فندق الاقامه اللي بيكون قريب جدا من الملعب. احنا عارفين طبعا النهارده هي مباراه الاهلي والانتاج الحربي الجوله السابعه على استاد الاهلي والسلام ان شاء الله في تمام الساعه 7:30 يا رب ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مرحله صعبه ومرحله مهمه. ما فيش فريق بيقابل النادي الاهلي الا لما بيطلع كل اللي عنده، بيلعب بجديه وبحماس كبير جدا. صعوبه المباراه بتبان من هذه المواقف، شفنا المباراه الاخيره مباراه اتزمت شويه بالنسبه لمباراه سيراميكا كليوباترا، لكن النادي الاهلي باصرار الكبير وبرؤيه بيتسو موسيماني المدير الفني اللي كانت تغييراته اكثر من رائعه وتحضيره للمباراه كان مميز جدا، قدرنا ان احنا نكسب المباراه اللي كانت صعبه جدا طبعا. ويمكن اكيد الكابتن سعد عبد الحفيظ كمان يمكن حيا فريق سيراميكا كليوباترا، فريق لسه صاعد لكن عنده امكانيات كبيره جدا، وطبعا الفتره اللي جايه بالنسبه له طبعا يعني عنده مباريات عديده. لكن بالنسبه للانتاج الحربي والكابتن مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي، كل مباراه بنواجهها النادي الاهلي مع الانتاج الحربي بتكون مباراه صعبه، بغض النظر عن الترتيب تواجده في جدول الدوري عامل ازاي. النادي الاهلي متصدر او الانتاج الحربي في المركز 16، لكن المباراه بتشهد حماس وبتشهد تكتيك كبير، لان كابتن مختار الحقيقه على الجانب الاخر عنده رؤيه فنيه مميزه جدا بجانب بيتسو موسيماني لتحضيره اكثر من رائع. كمان مع بيتسو موسيماني ويمكن نقطه مهمه جدا حابين نتكلم عليها، هو محللين الاداء المميزين جدا اللي ليهم دور كبير في التحليل وفي الرؤيه الخاصه بالمباريات، بيحضروا بشكل كبير جدا سواء موسي او يوشا. يمكن موسي متواجد من البدايه مع الجهاز الفني، لكن الاضافه الكبيره والمميزه جدا يوشا، ده يمكن واحد من المميزين، يمكن هو جنوب افريقي اصول تركيه، هو مسلم لكن عنده امكانيات كبيره جدا، والحقيقه يمكن كان طلب رائع وموافقه كمان مجلس اداره النادي الاهلي ان يكون في اثنين محللين اداء بقيمه موسى ويوشا. ده امر مهم جدا لان النادي الاهلي بيخطط لمرحله كبيره الفتره اللي جايه، النادي الاهلي مش بيخطط بس لبطوله الدوري او بطوله افريقيا، لا الاستمراريه والاستقرار ده امر مهم جدا. فيا رب ان شاء الله سواء موسى او يوشا النهارده يكونوا قدروا ان هم يقفوا على نقاط القوه والضعف وتقديمها لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، لان النهارده طبعا اكيد هيكون في محاضره مهمه جدا قبل التوجه الى استاد الاهلي والسلام. متواجدين طبعا زميلتي نهواندي زميلي كريم في فندق الاقامه، الامور الحمد لله كلها طيبه وماشيه بشكل طيب جدا. فندق الاقامه بيتميز بالهدوء، ودي يمكن من الامور الطيبه والمميزه جدا لما الفندق بيكون فيه هدوء قربه كمان من ملعب المباراه، بيكون تركيز اللاعبين فقط لا غير في المباراه والادوار المكلف بها كل لاعب من الجهاز الفني. النهارده يمكن لعيبه النادي الاهلي من لحظات انهت خلاص وجبه الفطار، وجبه الغداء تكون 1:30 3:30 هتكون محاضرة فنية أخيرة في فندق الإقامة، وكالعادة طبعا قبل التوجه إلى استاد الأهلي والسلام بيكون قبلها بـ1:30، يعني 5:30 إن شاء الله بإذن الله يتوجه لاعبو النادي الأهلي إلى استاد الأهلي والسلام. غيابات عديدة لكن من الأمور الطيبة طبعا واللي بتسعد كل جمهور النادي الأهلي إن احنا حتى هذه اللحظة بعد المسحة السلبية الأخيرة ما فيش حد من لعيبة النادي الأهلي عنده كورونا، وده امر كان مهم جدا وكنا بالنادي بيه وبنتمنى بيه ان شاء الله الفتره اللي جايه. ربنا يبعد الامر ده عن كل لعيبه النادي الاهلي، عنينا الفتره اللي فاتت غاب السليه واكرم وقفشه وربيعه محمد دهاني، يمكن كل اللعيبه اللي فاتت دي تاثرنا بيها، لكن الحمد لله النهارده بيعود من جديد محمد دهاني واحد من الركائز الاساسيه للنادي الاهلي. سلبيه المسحه اطمنا عليه بشكل كبير، متواجد في قائمه المباراه. رامي ربيعه ايضا كمان متواجد في قائمه المباراه، باستثناء بقى اللي لسه يمكن عدم الجاهزيه، وبعد طبعا اعلان سلبيه المسحه ليهم مروان محسن وعمرو السليه، لكن جاهزتهم الفنيه والبدنيه لسه ما وصلتش للتوب فورم اللي بيبقى عايزه طبعا الجهاز الفني. لعيبا بيكون متواجد في القائمه لابد يكون جاهز 100% لان احنا مش عايزين نفقد اي لاعبين خلال المرحله القادمه. من اليوم بعد مباراه الانتاج عندنا 3 مباريات مهمين قبل بقى التوجه الى قطر والحلم الكبير والتمثيل ان شاء الله المشرف والرائع، وبنعمل وبنطمح وبنتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي في كاس العالم يكون ليهم دور كبير جدا وشكل كبير يسعدوا بيه كل جمهور النادي الاهلي، البنك الاهلي والمقاولون وبيراميدز. هي 3 مباريات هتكون قبل السفر على طول الى قطر في بطوله الدوري العام، ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون مهيئه لنا ومهيئه لعيبه النادي الاهلي ان احنا نحقق الفوز في الـ3 مباريات، لانها تكون دفعه كبيره جدا للاعبين، معنوياتها تكون مرتفعه بشكل كبير، والمواجهه هناك بقى خلاص تكون ليها رؤيه وليها حسابات خاصه جدا مع الجهاز الفني. بجانب مروان محسن وعمرو السليه، غياب محمود وحيد استكماله طبعا للتاهيل، وجونيور اجاي ايضا كمان اللي ماشي بشكل طيب ومطمئن جدا في التاهيل اللي وضعه الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، وايضا كمان ناصر ماهر اللي بيواصل التاهيل بعد طبعا
عن الاجراء العمليه الاخيره في الكتف. الحمد لله يمكن اوند زميلي كريم كل الامور الحمد لله بالنسبه لفريق النادي الاهلي ماشي بشكل طيب. يا رب النهارده ان شاء الله بيتسو موسيماني يكون موفق في اختيار التشكيل، قيادته الفنيه خارج الخطوط ان شاء الله يكون فيها اجاده وفيها رؤيه فنيه كبيره، وان شاء الله باذن الله توفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي. انا معاكم برده لو في استفسارات ان شاء الله زي ما انت بتقول يكون بيتسو موسيماني موفق، وان شاء الله الفريق كمان يوفق النهارده ويرجع لنا منتصر. ويمكن انت يا كريم بجد انا كنت انا وكريم محضرين اسئله، لكن بجد انت جاوبت على كل استفسارات، فبنشكرك جدا على هذه التغطيه الاكثر من رائعه. شكرا زميلنا العزيز.